بالبي 12 اثنين هنا يرتفع. بال 6 يكون عندي سيدرو بلاستيك انيميا، عفوا يصير عندي سيدرو بلاستيك انيميا، هنا يكون عندي شنو ماكرو بلاستيك انيميا. والسيدرو بلاستيك انيميا تذكرون قلنا الخليه الكرويه الحمر تكون دائر مدارها الحديد صح بالايرون اتاست. غير هذه الاثنين هن راح يكون بهن هومو سيستينيميا او هومو سيستيوريا، يكون موجود مرتفع بالدم وبالبول. الفرق بيناتهم انه هن هنا المثال مالونيك اسيد ايضا مرتفع، هناك بال 6 ما مرتفع. واضح عندي جيد. ايش عندي هسه؟ انا اعيد وكررت لانه هذه المحاضره مهمه، يعني انا برايي بعد مهمه جدا. انتوا شو تشوفون كيفكم النقص شلون يكون؟ سلم جهودك دكتور. الله يسلمك. شلون يكون النقص؟ النقص يكون اذا اني شوف بالمناسبه هو عندي فاوند ان انيمال برودكتس، يعني من اللحوم صح والاسماك، من الفش وميت، فش ميت اذا موجود هذين العنصرين بغذائك معناتها عندك. اذا غذائك انت نباتي احس عندك نقص. اذا شنو مال نيوتريشن اولا او تايب اوف دايت او ريستريكتد دايت. زين هنا شي يقول لك ايضا هو سينثيزايزد اونلي باي مايكرو اورجانيزمز، اللي هو يعني ينتج عن طريق منو؟ البكتيريا الببغاونة. إذا أنا عندي شنو؟ عندي دمار بالبكتيريا مثل هذا القضية ذكرناها إحنا سابقا بخلايا كثير بيناين أيضا قلنا، وقلنا وين؟ بالفيتامين كي صح؟ إذا عندي مشكلة بالمايكرو أورغانزم إيش راح يصير؟ راح يصير نقص عندي بالامتصاص صح؟ هنا يقول لك very large شنو؟ reverse pool for several years stored شنو primarily in the liver. هنا احنا اللي نعرفه انه عندي كمية كبيرة من الفيتامين بي 12 تخزن بالكبد صح لسنين طوال. واضح هسه انا هسه ذكرت لكم عملية دخوله باكتيفد الفوليت واكتيفد ودخوله بالثايمين وتكوينه للميثايونين والحفاظ على جسمنا وتكوينه للمايلين شيت. عرفنا ليش جسمنا يخزن فيتامين بي 9 وبي 12 من دون الووتر سولبلز؟ واضح عندي؟ لأنه فيتامين بي 9 يمنع لي الدي ان اي، وفيتامين بي 12 يمنع لي اصلا فيتامين بي 9 ويمنع لي التكوين المايلين شيث النقص مالتين اقصد. فمن يكون عندي نقص بدني لا يكون عندي دي ان اي ولا اقدر انتج خلايا صحيحه، وان يكون عندي نقص بالبي 12 لا اقدر اجيب دي ان اي فيتامين بي 9 على مود يسوي لي دي ان اي صحيح، ولا اقدر اصنع المايلين شيث، ولا اقدر استفاد من الدهون الثلاث لا عفوا الفرديه السلسله، يعني 3 5 7 هذه الفرديه السلسله ما اقدر اكسرها الاود فاتي اسيد شو هنا اود نمبر. المهم فهذه الدهون ما اقدر اكسرها واحولها الى طاقة وأيضا إلى هيموغلوبين. وضح عندي هذا الكلام؟ إذا نقص عندي وين؟ بالفيتامين بي 12. فهنا يقول لك إنه أنت عندك مخزن ينخزن بكمية كبيرة، إحنا هذا الشيء نعرفه. إذا الدلالة اللي لازم تكون عندي استنتج منها إنه أنا إذا عندي ليفر ديزيز إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نقص. ديفيشنسي عالي. أوضح لك. هنا يجي لك deficiency caused by malabsorption صح؟ يكون عندي بال سبرو انترايتس وشنو؟ هذا السبرو هذا مايكرو أورغانيزم والانترايتس قلنا الالتهاب شنو؟ الميوكس لير أو الانتروسايت اللي هي تغطي للطبقة الداخلية من الأمعاء، فبالتالي أيضا تصير مشكلة بالامتصاص. ولكن اللي أريد أركز عليه هذه شنو؟ بعدنا دي فيلو بورتيوم او ما يقولون بورتيوم هي بورتيوم لاتوم دي فيلو بورتيوم لاتوم. تعرفون هذه شنو؟ هذه ديدان يسموها فيش شنو الفيش تيب ورم، هذه ذكرناها ان شاء الله بالباراسايتولوجي. هنا تكون هذه هالشكل هذا تمام، هذه تقوم تمتص الفيتامين بي 12 فبالتالي جسمك يكون عدم قادر على من على
الحصول على كميه كافيه من بي 12 حتى اذا غذائك يحتوي عليه. هذه تمتص شنو البي 12 اللي هي ديفيلو بورتيوم لاتوم. هذين الامور ليش نذكرهن احنا؟ مو فقط انت لازم تعرفهم، بس انا من اعرف اقدر استخدم استخدام معين. يعني من يجيني الفائده شلون استفاد منها؟ عندي انترايتس ممكن يكون بسبب بكتيريا، شو اسوي؟ انطي انتيبايوتيك، مو فقط بي 12 سبلمنت. هذه الامور اللي ذكرناها كلها الانيميا والمشاكل الاعصاب شلون احلها انا؟ اذا انيميا حاده قبل انطي اكتف فوليت او فوليك اسيد على مود يسوي لي دي ان اي، وبنفس الوقت اعوض انطي شنو؟ انطي بي 12 سبلمنت مره بالشهر، مره بالشهر انجكشن، واضح؟ واستمر اني حسب النقص اللي عندي والقى اعوض له للمريض واسوي له مونيتورينج لحد ما يكتفي. اما اذا المريض ذا عنده التهاب بكتيري انتباهتك صح؟ مع منو؟ مع البي 12 سبلمنت والبينا. زين يقول لك lack of intrinsic factor، هذا وين يكون intrinsic factor؟ بالمعدة، يساعد لي عليه على الاتصال بالكوبالامين او بايدن بي 12 ويمتصه بالباريتال سيل او باريتال سيل. زين هذا شلون اسوي؟ انطي موجود عندنا سبلمنت، تمام، علاج موجود عندنا intrinsic factor، انطي للمريض. شلون يكون عندي هذا؟ شوف البرنيشس انيميا اللي هو عدم قدرته على امتصاص، هذا السبب اللي هي الاسم الثاني للميغالوبلاستيك ماكروسيتيك انيميا. ولكن هذا يدل لي على انه انا ما اقدر امتص شنو؟ انه الجسم غير قادر على امتصاص البي 12، لذلك صار عندي ميغالوبلاستيك او ماكروسيتيك. واضح؟ هنا الجاسترو جاستريك باي باس سيرجري اللي احنا وقتها يا اما نسوي جاستروكتومي يا اما اسوي قرص للمعده، تمام، فبالتالي ما تقدر الغذاء يفوت بهذه المنطقه، ما يقدر نستفاد من الباريتال سيل. زين الابسنس اوف تيرمينال ايليوم، الايليوم وين قلنا؟ اخر جزيئه بالامعاء الدقيقه، صح؟ وهذا شيء يسوي لي ايضا يمتص لي شنو؟ البي 12. ولكن المفارقه هنا قد يكون عندي شنو؟ اليوكتومي اللي هو قص المعي، هذا الجزء من المعي لالتهابه اللي هو سيرجيكال ريزكشن، او شنو؟ بيا سبب من الاسباب بسبب انه انا عندي كرون ديزيز. كرون ديزيز هو التهاب ممكن يكون بالجي اي سيستم كله، باي مكان بالجي اي، ولكن اكثر مكان يصير بي بالإيليوم، تيرمينال إيليوم. هذني الأمور اللي نذكرهن هي تيجي نذكرها بهالطريقة هذه بالامتحان، لازم تتركز عليهن الأمور اللي نكتبها على السبورة أو الذاكرة اللي يوصل والله بطريقة ملخصة، هي أكثر أمور تيجي بالامتحان، واضح؟ فإحنا واجبنا نفكك نسويها أسهل. أوضح لك القضية، إحنا بدون ما نسترجع الطبقات موجودة المحاضرة مفصلة على مدلاء آخر، هذا قطعة مين؟ من الامعاء، صح؟ من تيجي منها عندي ميوكوزا، صح؟ راح تكون طبقه الميوكوزا صاب الى النهايه. الالسر العادي يعبر لي بس الميوكوزا يوصل للصاب، هذا يكون يختلف عن الكرون ديزيز. الكرون ديزيز يجي شيء يصير لي يخترق كل الناس، عندي طبق واحدة اثنين ثلاثة خلينا نفرض أربعة الى حسب مكان الجزء من الجي اي. طبعا عندي هنا الطبقه الاخيره تكون مختلفه. زين هذا بالالسر العادي يوصل للسبميكوز، ولكن الكرون ديزيز يخترق لي كل الطبقات، تمام، لذلك شيء يسموه ترانسمورال. شوف هنا يجي ويخترق، فشو نسميه؟ ترانس مورال. ترانس اي انه هو يعبر، مورال من خلال الجميع. فهذا يضطرنا انه احنا نزيل منه الايليوم لما يكون عندنا شنو؟ يكون عندنا كرون ديزيز. وكرون ديزيز هذا لازم نقارنه بالالتريتيف كولايتس، وهذا محور ثاني نناقشه ايضا بالامراض. بس انا اعطيتكم لمحه انه هو مرض ممكن يصيب الجي اي كله ويخترق لي كل طبقات شنو؟ الجي اي، ابتداء
ابتداء الميوكوزا الى الاخر طبقه، واضح؟ زين، هنا insufficient intake هم ذكرت هذا الفيجنز، تمام، اللي هم الناس الفيجيتيريانز. اما انتي انترنسيك فاكتور انتي باديز، هنا هذه نستخدمها لمن؟ للدياجنوستيك. من انطي ينطي انتي انترنسيك فاكتور على مود يشوف هذا، يشيك لانه اكو مضادات عليها جسمنا، وبالتالي ممكن استخدم هذا لقيت هذا الانتي باديز، ممكن تكون عندي دلاله انه عندي نقص فيتامين بي 12 او يبين لي ليش فور برينيشلز انيميا، اتاكد انه انا جسمي ما يقدر يمتص. ليش؟ لانه اكو اجسام او انتي باديز يفرزها الجسم يهاجم لي منه، يهاجم لي البي 12. القضيه اللي اريد انبهها، شيلينج ديزيز، شيلينج تيست، تمام، شيلينج تيست هو تحليل نستخدمه، هذا راح ان شاء الله نجي محاضره واحده لان هو طويل جدا. شيلينج تيست هو شيلينج تيست مهم جدا لاكتشاف شنو الديفيشنسي، ويحدد لك هل الديفيشنسي موجود لنقص الانترنسيك فاكتور او لنقص لعدم قدره الباريتال سيل على او البراتيال سيل على امتصاص البي 12 او للمشكله بالإيليوم، يحددهم بالخصوص، تمام، ويراويك او المشكله يجوز بالكبد نفسيته. فهذا التحليل راح يكون مقترن، ننطي جرعات من فيتامين بي 12 ونقيس ونشوف الكميه بي 12 اين تكون موجوده بالبول او تروح بالبراز اي الغائط. فهذا التحليل يراد له محاضره واحده انا بدي افهمك عليها، ولكن انت من الجيد ان تعرف شيلينجز تيست هو التيست المناسب لاكتشاف الميغالوبلاستيك انيميا وسببها. واضح عندي كل اللي صار بنقص فيتامين بي 12 ديفيشنسي. اهم شيء اسمه كوبالامين يدخل لي بعمليه الرئيسيه دي. شنو عمليه الميثايونايد سينثيز، هاي اللي تسوي لي اكتب فيتامين بي 9، وعمليه شنو نفسها ايضا تكون لي الميثايونايد نفسيته اللي يدخل لي بتكوين امور كثيره. والعمليه الثانيه ميثايل مالونايل كوي، صح، اللي هي تتحول الى سكشنال كوي، بالتالي ينطيني شنو طاقه وينطيني مايلين شيث، واذا اكو بي 6 لازم ينطيني هيم. واضح عندي هالكلام؟ النقص ذكرناه مو مال اكرره. اتمنى ان المحاضره كانت سهله وبسيطه، حتى نراكم في الحلقه القادمه. اترككم في رعايه الله ورحمته.